لا انا ما اتجوزتش ولسه سايمه، بس هي محترمه وبنت ناس. انا كنت اتجوزتها انجي حماده زورت عقد جوازنا، انا هعمل فيها محضر وهاخد حقي بالقانون، الجواز مش بالغصب. بعد حلاوه البدايات مفيش كام يوم وجات النهايات اللي ما طلعتش اخلاق خالص. كروان مشاكل بيتهم انجي انها زورت عقد جوازهم وان الامضه دي مش بتاعته. فيا ترى ايه بالظبط اللي حصل بين انجي حماده وكروان مشاكل، وليه قلبوا على بعض كده، وحقيقه الصوره غير الاخلاقيه اللي جمعت الاتنين ببعض؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. كروان مشاكل قرر يجيب من الاخر وينهي ترند اللي مكتسح السوشيال ميديا ويوضح حقيقه علاقته بانجي حماده. والغريبه انها ما طلعتش مراته كمان، تخيل، بعد كل اللي عملوه ظهروا زي المتجوزين في كل فيديوهاتهم وصورهم الجريئه. كل اللي عملوه اتقلب عليهم في لحظه، وده اللي توقعه الجمهور ان نهايتهم هتكون قضايه محاكم. ولو ما كانش علشان ظهورهم ومحتواهم الجريء هيكون علشان الخلافات اللي بينهم مؤخرا. ظهر الساعات اللي فاتت كروان بيقول ان انجي عملت معاه كده علشان تدخل معاه في الترند، شايفه انه مشهور وما فيش حد في شهرته، وانها بمجرد ما تجيب سيرته في كلامها هتبقى ترند وهتدخل الترند وتكسب منه فلوس كتيره. الغريب ان كروان مشاكل قال في فيديو ليه ان خطيب انجي حماده هو اللي نزل الصور الغير اخلاقيه دي بنفسه. طيب ليه عمل كده فيها؟ ده برضه رد عليه كروان مشاكل وقال ان ده كله علشان الفلوس والشهره، انجي حماده وخطيبها بيتلزقوا في الترند معايا. طبعا هو يقصد الفيديو الجريء اللي ظهر فيه كروان مشاكل بدون ملابس من المطبخ وكانت مع انجي وبيتعاملوا زي المتجوزين، بمبدا ضربني وبكى وسبقني واشتكى. قرر كروان مشاكل يجيب عليها وطيها رغم انه متورط في القصه دي وموقفه سيء جدا، لكن قرر يكشف المستوره عن انجي وقال انها متعوده تعمل الافعال الغير اخلاقيه دي وتظهر في فيديو على حسابه الشخصي على تيك توك، وكشف عن عنوانها وكان تبريره ان شقتها دي لازم تتقفل. مش بس كده، ده كمان هياخد حقه بالقانون وهيعمل محضر يتهمها بتزوير عقد الجواز علشان هي اللي خلته يعمل كده لما طلبت منه الصورة دي وكانت خايفة. كروان قال انا مستحيل اتجوزها، دي عندها 40 سنة وانا لسه صغير، وده رغم انه عمل ترندات سابقة شبيهة مع مي وفاتن وكانوا قد والدته واكبر منه كمان. بس الحق يتقال، هو اتكلم عن فضل انجي عليه، ما هو برضه العشرة ما تهونش الا على اولاد ال، ولا بلاش نكمل. كروان اصيل وبيفهم في الاصول جدا وكانت بتحاسب له على المواصلات لما بيروح عندها. طيب هو ليه كروان ظهر دلوقتي وقال انهم مش متجوزين رغم ان في كل فيديوهاته مع انجي كان بيأكد انهم متجوزين علشان يبرر وجودهم مع بعض وظهورهم الجريء اللي حتى لو متجوزين ما ينفعش يظهروا بيه؟ كروان ظهر في فيديو قبل كده هو وانجي وهم بيمضوا عقد جوازهم وكان معاهم صاحبه بطاطا، وده كان محاولة منه انه يفهم الناس ان وجودهم مع بعض على سنة الله ورسوله. البعض شايف ان طالما كروان عارف ان انجي ليها سوابق زي دي، زي ما قال يعني ليه ورط نفسه علشان خاطر الترند والفلوس. الحقيقة شكل نهاية كروان مشاكل قربت على السوشيال ميديا وشكل اللي الجمهور طالب بيها يحصل وحساباته هتتقفل، بس هو مأمن نفسه وقال انه هيتجه للتمثيل واول عمل هيشارك فيه مع باسم سمرة. فيا ترى مصيره هو وانجي الفترة الجاية هيكون ايه؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات.